فهي بغض النظر ان هي النجمه الاهم في الوطن العربي، وانا بقول اهم مش من اهم، ها، بس هي الست دي عندي في حياتي حاجه كبيره جدا جدا. تعبك كان بسبب الانفصال؟ لا. كان ثقيل عليك؟ ايه؟ تعبك كان بسبب الانفصال؟ نفسيا اتأثرت، وانا ما اتكسفش نقول كده. لا طبعا مش حاجه تكسف. لا ما اتكسفش نقول كده، دي مالهاش علاقه بقى بجموديتي وان انا جامد وبتاع مش عارف ايه، ان شخص كان معاك طول الوقت. هي القدره على الحب بعمق وبثقه دي قوه رهيبه. بالظبط، فاهم قصدي؟ لكن لا طبعا دي قصه حب كبيره، مش 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 مش, مش عاديه، ولا ما كانتش وصلت للناس بالعمق ده. تمام، لو هي قصه حب عاديه ما توصلش للناس بالطريقه دي، عمرها ما توصل للناس. ما كل يوم كل يوم اتنين بيحبوا بعض، وكل يوم نجوم بيتجوزوا. اشمعنى دي؟ اشمعنى دي؟ عشان كان فيها حاجه الناس حسيتها. بس وانا محدش بيضحك على الناس، محدش بيضحك على الناس. ما كانش الانفصال يعمل اللي حصل له، ما كانش قصة الحب تعمل القصة دي. تمام؟ فلا طبعا حصل ان قريب الايام اللي فاتت نزل فيديو لدخولك مكان هي كانت فيه. الفيديو كان تريندنج، ان الناس كلها بتركز هي بصت ازاي لما عوضي دخل. لا احنا ما كنا تبناش، احنا ما تبناش. لا لا ما تبناش خالص، انا مشيت. هي غالبا لمحتك. لا 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 ما حصلش. لا 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 ما حصلش. الفيديو مش حقيقي. لا لا كل ده مش حقيقي. لا 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 ما حصلش، ما تبناش اصلا، احنا يعني احنا ما تقابلناش. لا لا مش قصدي على خروج اسرار بيوت او حاجه خاصه او الكلام ده، بس هو سؤال بديهي، ايه اللي يخلي حب بالقوه والصدق والعمق ده ينتهي؟ ليه ينتهي؟ لا في فرق من ان الزواج ينتهي، في فرق من الحب ينتهي. مفيش حاجه اسمها كده ولا تنسوا الفضل بينكم، ده انا لسه بقول لك الحب الحقيقي اللي في حياتي. تمام، لكن انتهاء الزواج ده مش فراق يا عوضي. ماشي، ما دي ده دي بتبقى اقدار، دي بتبقى اقدار، لكن ده لا يعني ان هي تظل الاهم في حياتي. ايه علاقه ده؟ ليه مدخلين كله في بعض؟ عشان احنا من واحنا صغيرين اتعلمنا ان الناس لما بيحبوا بعض بيتجوزوا، ولما بيتجوزوا الحب بيعيش للابد، او بيطلقوا فبيبقى الحب انتهى، وبيتجوزوا ناس تانية وبيعيشوا حياه تانية. ده بيبقى اسمه نصيب، ده نصيب. لكن احنا انفصلنا زي ما انت بتقولي كمراقي على قد احترام الناس لينا، على قد احترامنا لنفسنا واحترام الناس لينا. الناس تشوف منك الحلو، تشوف منك السعاده، فتبقى قدوه في ان انت بتصدر طاقه حلوه. لما باجي امشي من حد بحبه بالشكل ده بقول لنفسي ايه عشان اعرف امشي وانا قويه كده وماسكه نفسي؟ ان كل حاجه قضاء وقدر، يعني مش 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 محدش فينا قصر في حق التاني، محدش فينا كان وحش مع التاني. لا ما احسبش كده يعني. انا السؤال اللي عمال احاول اقوله مش خساره؟ ليه يعني ده بيبقى، انا زي بقول لك ده بيبقى قضاء وقدر، ده بيبقى قضاء وقدر. تمام، وانا حاطط لك بين قوسين لما سالتيني في بدايه الحب، قلت لك هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي. فاهم قصدي؟ مش بقلل من اي حد داخل حياتي، لا لا لا، كل اللي دخل حياتي انا بحترمه. ازاي اصلا ممكن حد تاني يدخل حياتك وانت بتقول كده؟ عشان انا بقول الحقيقه. انا بقول الحقيقه.